إلا أن يستمر هذا الحراك، ولا بد لظل من أجله إبنائنا وخرجوا منذ 3 أسابيع، يجب أن نستمر في الرئيس في رسالته عوض أن يستمع للشعب الجزائري ماذا قام؟ قام بالتحايل الالتفات على هذا الحراك، وبعد ذلك يقوم بالتمديد لنفسه خارج الدستور ويعين رموز تاع دولة راعت الفساد والتزوير في الفترة السابقة. هذا تحدي ونوع من الاستهتار بذكاء الجزائريين والجزائريات. على هذه أنا نقول باللي هذه ورقة الطريق هي لا حدث بالنسبة للجزائريين، وماشي ممكن باش نقبلوا بهذا الالتفاف حول إرادة الشعب الجزائري. نحن قضاة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، نحكم باسم الشعب، ووقفتنا اليوم ليست وقفة للخروج عن الحياد أو خرق لواجب التحفظ. نحن وقفنا لنقول بكلمة واحدة، نحن وزملاؤنا وشركاؤنا في القضاء في السلطة القضائية أننا سلطة مستقلة، والقضاة قد ناضلوا ولا زالوا يناضلون من أجل تحقيق استقلالية السلطة القضائية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، عملا بإحكام الدستور وهو أسمى القوانين في الدولة الجزائرية. وعليه نحن اليوم نحكم باسم الشعب الجزائري، والشعب قد قال كلمته، وعلى جميع الهيئات الدستورية أن تحترم إرادة الشعب، لأن السلطة
من الشعب، ولا يجوز خرق الدستور. ووقوفنا اليوم لا يعد خرقا لواجب التحفظ، لأننا عندما نلاحظ ونسجل خرقا للدستور فلا مجال للخرق واجب التحفظ، لأننا أبناء الشعب ونحترم إرادة الشعب. وشكرا. مناقب محامي منظمة تبيزوزو، نرحب بزملائنا من كل مكان جاو. On est fiers de recevoir nos magistrats, nos frères. Nous sommes avec eux. Nous saluons et nous disons à eux « Nous sommes dans la main de l'Algérie. L'Algérie est libre et indépendante. Nous n'avons pas de pays de rechange. Quand le pays est en danger et en péril, nous sommes les premiers à prendre nos armes juridiques. Notre parole, ils sont les nôtres et nous sommes les nôtres. Nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas le دستور. Nous ne pouvons pas le faire le دستور. Nous ne pouvons pas le faire le جاز الشعب الجزائري مرة أخرى بمحاولة سلب المسير الشعبية والإرادة الشعبية التي ناضت من كل من مشارق والغرب والجنوب والشمال لتقول ليس فقط لا للعهدة الخامسة ولكن ليسقط النظام من أجل بناء الجمهورية الثانية pour la deuxième république et nous n'allons pas abdiquer, nous n'allons pas lâcher, nous n'allons pas lâcher. دولة القانون ستقوم مهما كان الأوان. حان الأوان ليسقط هذا النظام، ولنقول كلنا فخورون بالشعب الجزائري، فخورون بالعدالة، فخورون بزملائنا القضاة الذين لهم هذه الشجاعة لكي يذهبوا إلى الأمام، لكي يحموا الدستور ولكي يحموا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تحيا الجزائر. نحن المحضرين قضائيين الذين يمثلون تيزي وزو وبومرداس. نحن مع دولة القانون، نحن نريد دولة نعيش فيها في أمان من السلطة وفي أمان من أن يكون دستور هو الفاصل بيننا. نحن مع القضاة، نحن مع المحامين، وتحيا الجزائر. لجريفيي نعلن صراحة اليوم في هذا اليوم الأغر أن جميع مكونات العدالة الجزائرية مع الحراك الشعبي، الحراك الشعبي المبارك والحاشد الذي خرج وقال لا وكفى 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 لانتهاك الدستور، وكفى لهذه الطغمة الحاكمة، عليها أن ترحل. ولكن هناك أمر مهم فلا بد منه ولا بد من الوقوف إليه، أن لا نكون راديكاليين في هذا المسعى، لأن هؤلاء جزائريون والحراك الشعبي جزائريون. إذن فلا بد لعقلاء هذه الأمة أن يتدخلوا ووضع حد لهذا المسعى الذي قد يضر بالبلاد. فلنأخذ المثال الجنوب الإفريقي، لنأخذ المثال الزعيم نيلسون مانديلا، لأن عندما تفاوض مع الطغمة مع العنصرية في جنوب إفريقيا الممثلة بدكليرك لم يقول بأن هذا النظام العنصري فلابد أن يذهب. تفاوض معه وجلس إليه ودخل الانتخابات وفاز منها. لنأخذ المثل الجنوب الإفريقي في مسعانا في الجزائر.